يا رب، انا تعبت بجد من الكوكب ده، بجد تعبت، عايزه ارجع كوكبي دلوقتي حالا. كذب ونفاق واستغلال، كل حاجه موجوده هنا. طب انا اعمل ايه؟ رجعني كوكبي بجد، انا فعلا تعبت، مش هينفع كده. جبت لهم كورونا ومفيش فايده، طب ايه الحل؟ سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. النهارده هنتكلم عن واجبنا الوطني نحو أزمة كورونا. طبعا أزمة بقى لها سنة ونص أو سنتين، بس لسه في حاجات غلط بتحصل كتير نحو الأزمة دي، فلازم الشعب كله والناس كلها تتكاتف عشان تواجه هذه الأزمة. وعايزة مداخلاتكم التليفونية معايا النهاردة فقرتين. فقرة هتكلم عن الواجب الوطني، وهنكمل الفقرة التانية دور الدين في مواجهة أزمة كورونا وفن إدارة أزمة كورونا ازاي نديرها، لان حصل مشكله كبيره جدا من حوالي 3 4 ايام كده بمستشفى الحسينيه بالشرقيه. دي فاجعه حصلت، بس احنا ما تبيناش اللي حصل بالظبط، يعني انا ما تبينتش اللي حصل، بس انا هقول لكم اللي حصل ايا كان. بقى هو في تحقيقات شغاله في الموضوع. حالات دخلت مستشفى كان عندهم كورونا، حوالي 6 7 حالات او في العنايه المركزه، ما اعرفش العدد، في ناس بيقولوا 4 أو 5 ماتوا في العنايه، في ناس يقولوا 6، ما اعرفش. ناس يقولوا فصلوا عليهم الاكسجين، في ناس يقولوا في ازمه في انابيب الاكسجين، ما نعرفش الحقيقه بالظبط فين. ايا كان الوضع، احنا في ازمه اسمها ازمه كورونا. لازم الدوله طبعا عامله اللي عليها وزياده، صراحه الدوله موفره المستشفيات وموفرة الأدوية وموفرة كل حاجة، حتى أنابيب الأكسجين لحد ما موفراه، بس الدولة عايزة برضو الشعب يساعدها في حاجات، الناس رجال الأعمال تساعدها في حاجات، مش كل حاجة الدولة الدولة الدولة، ما ينفعش. موفرة الكمامات، طيب ماشي، يعني ما يكون عندك عجز في أنابيب أكسجين في مستشفى مثلا حكومي أو مستشفى عامة، عشان حالات كتير جدا، حالات كورونا كتير وبتدخل كتير مستشفيات، كلهم بيكونوا عايزين أنابيب أكسجين، ففي عجز. أما الاقي الناس الغلابة اللي هم في الشرقية مثلا أو الطبقات المتوسطة بيجمعوا من بعض عشان يتبرعوا بأنابيب أكسجين، ولاقي التجار محتكرين أنابيب الأكسجين ومعليين سعرها، الوضع كده مش صح. فين التكاتف؟ فين الاتحاد مع بعض عشان نواجه الأزمة؟ أنبوبة الأكسجين لما كانت بألفين ونص دلوقتي بأربعة ونص، طب ليه؟ يعني إحنا كلنا بنتحد. رجال الأعمال فين؟ الشركات الكبيرة اللي بتصرف اعلانات ملايين ملايين كل سنه على في رمضان على الاعلانات، دول فين؟ فلوس دي فين؟ نوفر انابيب اكسجين، نوفر ادويه، نوفر عشان الحالات بتزيد، وكل ما الحالات تزيد وكل ما الاعداد تزيد عايزه حاجات كتير. والجيش الابيض قايم باكبر دور الصراحه، سواء اطباء او ممرضين قايمين باكمل وجه في مواجهه الازمه دي. فاحنا عايزين بقى الشعب، دور الشعب فين؟ دور الناس فين العاديه البسيطه؟ الناس بتتكاتف مع بعض فعلا وبيدفعوا فلوس مع بعض، تبرعات، الناس الغلابه بقول لكم بيدفعوا تبرعات عشان يجيبوا انابيب الاكسجين للناس دي. طب تمام، كمان في موضوع الغش في المطهرات، انت بتغش في ايه؟ يعني انت ربنا بلاك بكورونا وعندك وباء ولسه عمال تغش، بتغش في المطهرات ليه؟ وتغلي سعرها ليه؟ كل الحاجات دي يعني ربنا بيدينا بلاء او وباء عشان نتعدل، عشان نتغير. انا بلاحظ ان الموضوع بيتعكس، الناس زي ما هي مفيش تغيير. طب ما هو الوباء هيدنه مش هيمشي، ما هو الوباء مش بيمشي الا بالعمل الصالح، بالاعمال الصالحه. انا عايزه مداخلاتكم يا جماعه، بالاعمال الصالحه على الارض. اما الاقي انت في ازمه مش عارف، احنا مش اقل من انجلترا وفرنسا يا جماعه، بيواجهوا الازمات الى حد ما، احنا احفاد الفراعنه، مصر احفاد الفراعنه، لازم كلنا تكاتف، لازم كلنا بايد واحده، من اغنى راس في البلد لاقل راس في البلد كلنا ايد واحده. موضوع الحسينيه ده اللي حصل فيها، طبعا اهالي الناس اللي توفت هم 6 حالات توفوا مره واحده كده في العنايه المركزه، ما نعرفش ايه السبب. اهالي المرضى رافعين طبعا قواضي وفي تحقيقات شغاله بسبب الموضوع ده ومش عارفين ايه السبب، بس انا بقول لو في عجز في انابيب الاكسجين لازم
الناس توفر انابيب الاكسجين، لان المستشفى عندها عجز، عندها ميزانيه معينه وحصل عجز عشان الانابيب غليت، طب خلاص يبقى احنا نتكاتف مع بعض ونوفر لهم انابيب الاكسجين. رجال الاعمال قلنا اللي بيصرفوا ملايين على الاعلانات كل سنه في رمضان يوفروا انابيب الاكسجين، الشركات الكبيره زي فودافون وشيبسي وبيبسي يوفروا انابيب، مفيش مشاكل، احنا في ازمه كلنا نتكاتف في ظل هذه الازمه. طبعا الرئيس السيسي بيناشد جموع الشعب وعنده ثقه جامده في الشعب ان هم هيحاولوا يتكاتفوا لحل هذه الازمه، واحنا فعلا بنتكاتف على قد ما بنقدر بنعمل الخير. انت بتطلع صدقه، يعني انا لما اجي اطلع مبلغ لله ده صدقه، ربنا يحميني من كورونا، الصدقات دي بتشيل كل حاجه، كل الامراض اللي تتخيلها. لو انت ماشي بصدقات وماشي بنيه ان ربنا يحميك من كورونا هيحميك من كورونا. هي دي النيه اللي النهارده كان الناس قالوا لي اتكلمي على موضوع الثقه بالنفس. فانا الحلقه كلها هتبقى عن معظمها هتبقى عن التكاتف الوطني، لان انا عندي الفقره الثانيه النهارده مع هنشوف دور الدين في التكاتف الوطني والشيوخ ومعايا الداعيه الاسلامي السيد فتحي، فهنتكلم عن دور الدين في الفقره الثانيه. لكن قبل ما اتكلم عن دور الدين هتكلم سريعا عن الثقه بالنفس. الناس كلموني كتير ازاي نثق في نفسنا، احنا عندنا يعني نوع من عدم الثقه بالنفس. طب انت جالك اصلا عدم الثقه بالنفس منين؟ انت لو عندك ثقه بربنا اعرف ان انت عندك ثقه بنفسك. كل ما زادك ثقتك بالله زادت الثقه بالنفس. ازاي؟ بمعنى لو حد مثلا قال لك مثال ادخل مسابقه فيها مليون واحد او فيها مثلا 100,000 واحد وانت واللي هيفوز في المسابقه ليه جايزه كبيره، هتدخل ولا مش هتدخل؟ هتدخل عشان انت عايز تفوز وهيكون عندك حماس وعندك طاقه ان انت تفوز عشان تاخد الجايزه دي. فمعنى ذلك ان انت لو دخلت المسابقه هيبقى عندك حافزيه، الحافز ده جالك منين؟ الطاقه دي جات لك منين؟ ده ثقه بنفسك، الثقه دي جت منين؟ لان انت عايز تكسب الجايزه. تمام؟ طيب احنا كلنا اتولدنا ازاي؟ يعني العمليه بقى تلويح هقول من الاول بقى خالص، احنا كلنا كنا حوالي ملايين بيجروا سبحان الله، يعني العلماء بيقولوا من الارض للقمر بيجروا عشان يلقحوا بويضه. البويضه دي الوحيد اللي لقحها هو اللي عاش والباقي كله مات. فمعنى الو معانا استاذ ناصر من شرم الشيخ، الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، والله انا بتكلم من شرم الشيخ. اتفضل يا فندم. طيب هو انا تعليقي على موضوع الكمامات والثقه بالنفس ومسانده رجال الاعمال للقطاع السياحي، الناس المتضرره كتير. طبعا لازم. يعني عايز اقول لك ان احنا اخطر قطاع اتضر فعلا في شرم، في ناس كانت شغاله مش شغاله. قطاع السياحه ده في كل الازمات بيتضر، في كل الازمات بالظبط، ارهاب بيتضر، كورونا بيتضر، بتهيألي اول حاجه بتتضر هي قطاع السياحه. يعني برضو يعني فتره كبيره قوي قاعدين، فتره كبيره قوي يعني ما فيش اي دخل، ما فيش اي اهتمام. برضو الناس بتستغل الظرف ان الكمامات، ان الادويه، المعقمات، كذا كذا. يعني ليه مثلا كمامه تتباع مثلا بسعر غالي؟ طب ما هو ممكن رجال الاعمال مثلا واحد صاحب فندق يوفروا. يوفروا مثلاً. ما انا بقول كده كذا، يعني احنا عندنا كمية مثلا من مطهرات من كذا وتتوزع مجانا. اصل هو لو وزع هيوزع ايه؟ يعني ما زي ما حضرتك بتكلمي كده ان في صدقات وفي كذا وفي كذا وفي طبعا. تمام يا فندم، تمام، شكرا يا فندم، متشكره. عايزين رجال الاعمال يشتغلوا. احنا الدوله بتشجع على الجمعيات الخيريه ليه؟ ليه بتقف جنب اي جمعيه خيريه تبدا؟ لانها بتساعد الدوله، بتساعدها، بتوفر حاجات للناس الغلابه، بتوفر احتياجاتهم فبتساعدهم، فالدوله بتشجع على كده. برضو رجال الاعمال لازم يتكاتفوا. يعني انا كنت عايزه اقول مبادره دي من السنه اللي فاتت والله، وانا عايزه اقولها، مبادره ابني بيتك. ابني بيتك جالي فكره كده ان الشركات الكبيره زي فودافون واورنج والشركات دي ايه المشكله اما يعملوا عمارات ابراج للناس الغلابه اللي هم مش لاقيين الاسكان ويقعدوهم فيهم ويكتبوا عليها على العماره دي فودافون اورنج. دي هتبقى دعايه جامده ليهم على فكره، هتبقى دعايه كبيره جدا. ده غير الدعايه بقى ميزان الحسنات، يعني دعايه كبيره فعلا، بدل ما نعمل اعلان نصرف عليه مليارات كفايه نعمل حاجات كده واعلانات بسيطه، مش شرط يعني الاعلانات اللي فيها بذخ ومصاريف كتير. ما احنا في ازمه فلازم نواجه الازمه ولازم نبقى نقف جنب الشعب ونقف جنب الناس.
ما هو الناس بتموت من كورونا، اوكي مفيش، ده قضاء ربنا، لكن ما ناس تدخل المستشفى 6 حالات مثلا ويموتوا فجأة كلهم كده، يبقى في حاجة مش في حاجة، أيا كانت الحاجة دي لازم نقف جنب الناس أيا كانت، هنحقق ونشوف المشكلة فين وهنعرف. طيب تمام، فأنا كنت بتكلم على الثقة بالنفس. فإحنا كنا كلنا عبارة عن إيه؟ الإنسان ده أول ما اتولد أو البذرة بتاعته عبارة عن إيه؟ كائنات بالملايين راحت عشان تلقح البويضه، واحد بس اللي لقح البويضه وطلع هذا الانسان، كان عنده ثقه وهو ماشي في طريقه ان هو يراك ليه؟ من ربنا سبحانه وتعالى انه لازم يلقح البويضه، ولقح البويضه، كان عنده هدف لازم يتحقق، فهو الوحيد اللي عاش والباقي كله مات. المسافه دي في الكائن اللي ما بتشافش بالعين المجرده، المسافه دي بيقولوا بتقدر من الارض للقمر، العلماء قدروها من الارض للقمر، مسافه كبيره جدا سبحان الله يعني. فانت ناتج ان انت اللي فزت الوحيد في وسط الكائنات اللي ماتت دي، انت اللي فايز، اللي هز ثقتك بنفسك اما انت بقى طلعت الدنيا، طلعت على هذا الكوكب وشفت الحاجات السلبيه اللي بتحصل والافكار السلبيه هي دي اللي عملت لك هزه. الو 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 ايوه يا فندم اتفضلي. اتفضلي يا فندم معاكي. وطي التلفزيون يا فندم. اوكي ماشي. اوكي. الو حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام اتفضلي. على فكره انا معجبه ببرنامج حضرتك قوي 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 قوي. ربنا يخليك يا رب. متشكره جدا. يعني كنت عايزة أقول لحضرتك برضو آراء يعني عن الكمامات والسياحة اللي هي الشغل اللي عندنا خلاص. ما هو انتوا بقى بصوا انتوا عندكم معتمدين على السياحة، ممكن تاخدوا شغل تاني جنب السياحة. ما هو لازم نتصرف، لازم نفكر خارج الصندوق. احنا في أزمة مفيش سياحة. شكرا يا فندم. يعني مثلا ألو ألو الو السلام. أيوة. عليكم. عليكم السلام. ايوه يا فندم مأمور. اهلا يا فندم، استشاري الجراحه العامه بمستشفى فاقوس. اهلا يا فندم. دكتور مستشفى اولاد. مستشفى ايه؟ الو. ايوه يا فندم معاك. انا تابع اداره الحسينيه. اداره الحسينيه، اهلا يا فندم. الحسينيه وصان الحجر. طيب قول لي المشكله اللي حصلت عندكم ايه بقى دي في الحسينيه؟ مفيش مشكله، مشكله ايه؟ في الحادثه اللي حصلت في المستشفى. يا ستي انا يمكن اتصالي، انا ما اعرفش، انا مش مشاهد للحلقه دلوقتي لاني في شغل. تمام يا فندم. فمفيش مشكله حصلت. والتشويه اللي حصل او الميديا اللي حصلت ديت احنا ما عندناش مشكله. احنا عندنا مثلا لما تيجي تسالي، انا تبع اداره الحسينيه بس كنت بنزل تبع اداره صان الحجر، بس كنت بنزل الحسينيه فعلا. تمام يا فندم. الحسينيه عينيه فيها حوالي 20 سرير. لما ينزل على الميديا خبر الناس اللي في العنايه ماتوا ده على السوشيال ميديا كلها، 6 ماتوا مره واحده والانابيب انفصلت عنهم وحاجات غريبه كده. ده الواحد بيحس ان دي اهانه للوزاره واهانه لينا كاطباء وكوادر، واحنا بامانه نرفض تماما اهانه وزيره الصحه بالطريقه اللي كل يوم الميديا بتتكلم بالطريقه ديت. احنا احسن دوله تتعامل مع كورونا، بكلمك بكل اخلاص. تمام. احسن وافضل برنامج بيتعامل على مستوى العالم اكيد، ويا ريت الناس تبص للاحصائيات اللي بتحصل بره والوفيات اللي بتحصل بره، وما يتصدرش ان فيه مثلا 3 حالات أو 4 حالات اتوفوا في الحسينيه على ان العنايه مات فيها ناس. على ان العنايه مات الناس اللي فيها كلها. هو احنا مشكلتنا ان الاشاعات ما بنتبينش من اي حاجه. ما هو يعني انا وانا بتكلم بقول ان نتبين، بس ايا كان الوضع لازم يحصل كده، بس نتبين. انا كطبيب ما اقدرش اجزم، أنا كطبيب ما أقدرش أجزم مين اللي يقول الناس دي ماتت بسبب نقص أكسجين أو الناس دي ماتت بسبب إهمال. التحقيقات اللي هتقول فيه. التحقيقات هو المفروض لو في تحقيقات عشان ما يتنشرش خبر كده على النت وتنزل على الميديا بالكامل، ودي إهانة للأطباء والناس دي بتشتغل. أقول لك إيه يعني الجيش الأبيض، أنا عارفة أنا الجيش الأبيض شغال من نار، يعني الناس دي بتشتغل عارفين. دي إهانة يعني. الواحد حزين إن الناس تتعامل. طب ليه ما بيشوفوش الحالات اللي طابت ومشيت، آلافات الحالات اللي لا إحنا مش بنبص إلا على الحاجة الوحشة معروف، يعني بنبص على حاجات. هو الكوكب ده كده أساسا
اللي يقصد تشويه صوره مصر طبعا هو اللي بيحاول يروج للاعلاميات، وده غلط طبعا، غلط فعلا، وده غلط. احنا بصراحه يعني ايه في غايه الحزن بالنسبه انه احنا اهانه الوزير اهانه لينا احنا الكل. مفيش حد في الدنيا محترم انه الغال والنفيس على فكره بالنسبه للي بتعمله بالنسبه لكورونا. ما ولا اي واحد بيكتب بوست من امريكا على ان احنا عندنا يعني ايه الدنيا سايبه عندنا خالص. طب انت ايه اللي نزلك؟ انا بلاقي شباب قاعد في امريكا وناس البوست والجماعات الالكترونيه هنا تروجوا، يعني شيء مفزع وشيء عظيم. هو النت كله كده للاسف يعني سلاح ذو حدين. احنا الحسينيه بصراحه يعني انا اول ما دريت بالخبر وشفته على الميديا اتصلت بالناس اللي في العنايه، الحالات اللي توفت هم ثلاث حالات، وحالات ناس كبيره في السن وناس كان عندها اللي عنده كبد واللي عنده فشل كلوي، حالات يعني اقول لك يعني الدواء اكيد ما استحملتش الادويه طبعا، اكيد طبعا يعني مش حكايه استحملت، ما هي هو وفيات كورونا في ايه؟ وفيات كورونا عموما في ايه؟ في الناس اللي المناعه عندها ضعيفه، اللي عنده مثلا عنده الكبد، عنده امراض في الصدر، الناس ديت. لكن وما نقدرش نجزم، انا بكلمك بامانه، ما تقدرش تجزم وتقول ان ده توفى بسبب كذا عشان الناس تحمل مستشفى الحسينيه. اقسم لك بالله احنا في الشرقيه عندنا وكيل وزاره ما بينام، والله ما بينام، اكيد طبعا، وده ما بينامش ما بينامش يعني. الكادر اللي بيشتغل معاه تحسي انه الناس دي ما بتنامش لا ليل ولا نهار، شغالين فحرام اللي بيحصل ده، وحرام للاطباء بصراحه، بحس انه اهانه لينا كاطباء يعني. لا طبعا انتوا يعني يا ريت الناس ما تاخدش الاخبار ديت، يا ريت الناس ما تاخدش اخبار الميديا دي على انها واقع وحقيقه وتروجها كده، ده بيبقى اهانه لمصر واهانه لينا. وزاره الصحه بصراحه بتشتغل يعني اقول لك ايه، بس الحكومه والوزاره والكوادر الطبيه اللي شغاله شغاله بما يرضي الله، مع الوزاره ومع كل، احنا بنتكلم دلوقتي عن ناس يتكاتفوا معاكم. الحلقه بتاعتي النهارده التكاتف الوطني مع اجهزه الدوله. احنا مش عايزين حاجه من الناس غير انها تلتزم بتعليمات وزاره الصحه بس، يعني احنا مش عايزين حاجه من الناس غير انها تلتزم. والتبرعات برضو مهمه، التبرعات مهمه برضو، التبرعات طبعا يعني طبعا دي صدقات لله. الدوله ما بتطلبش ما بتطلبش من حد تبرعات على فكره، يعني ايه ما بتقولش لحد تبرع لحد بحاجه، الدوله ما بتطلبش من حد، بتعمل اللازم وزياده شويه، بتقدم كل حاجه بصراحه. الانفاق اللي بيتم في وزاره الصحه حاليا متوجه من الحكومه ومن القياده السياسيه يفوق الخيال، فيا ريت الناس، حرام اللي بيحصل ده. احنا في دول تعدادها دول معايا معاك يا فندم، اتفضل. في دول تعدادها قد محافظه الشرقيه، واخد بالك، محافظه كبيره. ولما بيجي يقول لك مثلا 10 ماتوا في مصر، ده انت 100 مليون وشويه. لما تقول لي، طب ما تقول لي بلدك اللي هي مثلا ممكن 6 مليون 8 مليون مات فيها كام؟ عيب عيب، ده احنا محافظه قد دوله. صح والله احنا نفوخ دول، محافظه الشرقيه من اكبر المحافظات تعتبر يعني. انا 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 يعني ايه اتوجه بالشكر لمعالي وكيل الوزاره والحسينيه بادارتها، انا بكلمك جد على المجهود اللي بيبذل في المكان ده. هو المفروض كان يبقى معايا دلوقتي مدير مستشفى الحسينيه في مداخله، بس في مشكله رافضين يتكلموا، صدقيني الضغط النفسي اللي هم فيه حاجه رفضين. يعني ايه تمام. الضغط النفسي اللي الناس دي فيه حاجة يعني حاجة تفوق الوصف، حرام حرام اللي بيتعمل بالنسبة للأطباء ده في الميديا، يعني يا ريت الناس تساندنا مش تقف ضدنا. هو دي من ضمن التكاتف الوطني. شكرا يا فندم، أنا بشكرك جدا. من ضمن التكاتف الوطني إن أنت ما تشيرش أي إشاعة، ناس ماتت لازم نتبين أيا كان الوضع بقى، اللي ماتوا بقى أنابيب أكسجين إيه ولا إيه اللي حصل، أنا ما أعرفش اللي حصل إيه، التحقيقات اللي بتبين اللي حصل. أيا كان الوضع أتبين قبل ما أشير، لو أنت عايز تتكاتف في الأزمة، احنا في أزمة، يبقى ما ينفعش نشير أي بوست. طيب كل سنة في تهنئة عيد ميلاد كل سنة، وأحمد الصالحي بخير يا رب، وعيد ميلاد سعيد يا أحمد. كل سنة وانت طيب يا أحمد. أنا دلوقتي عايزة أرجع للثقة بالنفس، فعشان تبقى واثق من نفسك لازم تكون واثق في ربك الأول. لما ربنا قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، ينصر الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمن احنا خدناه بالمعنى الديني، لكن المؤمن له معنى كتير. يعني ايه نصر المؤمنين؟ مؤمن بهدفك، مؤمن بحياتك، مؤمن، ما تخليش حد يأثر فيك. لو انت مؤمن وواثق في نفسك ربنا ينصرك،
على اللي انت ماشي فيه ايا كان اللي انت ماشي فيه، بس ماشي صح. فما ربنا يقول المؤمنين يعني ايه؟ المؤمن باهدافه، المؤمن بحياته، ان هو ماشي صح ومؤمن بكده خلاص خلصت. فما تخليش اي انسان على وجه الارض يعمل لك هزه. الطفل اول ما اتولد، البيبي اول ما اتولد بدا يمشي لوحده، بدا يتدرب على المشي لوحده عشان عايز يمشي، بدا يتكلم عشان عايز يتكلم، مفيش حد هزه. لأ احنا عندنا بقى في الموروث دلوقتي الام والاب ما يجوا يربوا ولادهم مثلا او هم في مرحله التعليم، تقول لها بقى تقول له قوم يا فاشل. ليه بقى هي بتقول له قوم يا فاشل؟ ليه؟ عشان بتحس من جواها ان لما تقول له يا فاشل ده ابن عمك احسن منك هيقوم ويذاكر. لا بالعكس، ده اما تقول له يا فاشل مش هيقوم ولا يذاكر، ثقته هتقل. فانا لسه معايا فقرات كتير، لسه هنتكلم، هنكمل بقى دور الدين في التكاتف الوطني، فهنطلع فاصل ونرجع تاني.